محادثة 13 وصف المشاعر وصف المشاعر مرحبا أهلا يلا نكمل يلا نكمل يلا أنا تعبان أنا تعبان أنا تعبانة أنا تعبانة أنا مريض أنا مريض أنا مريضة أنا مريضة أنا متفائل أنا متفائل أنا متفائلة أنا متفائلة أنا متوتر and sometimes we can say أنا معصب أنا متوتر أنا معصب أنا متوترة أنا معصبة أنا مالل أنا مالل أنا مالة أنا مالة أنا نعسان أنا نعسان أنا نعسانة أنا نعسانة Now it's your turn. Describe the following pictures. Pay attention to the gender. You have 3 seconds on each picture. Let's get started. Let's review this video and the previous one. The question is, how do you feel today? This is how you ask it. كيف تشعر اليوم? كيف تشعر اليوم? كيف تشعري اليوم? كيف تشعري اليوم?
Another way to ask it, كيف مزاجك اليوم؟ كيف مزاجك اليوم؟ كيف مزاجك اليوم؟ كيف مزاجك اليوم؟ Or you can say هل انت هل انت هل انت هل انت or هل انت For example هل انت حزين Try to remember the meaning هل انت حزينة هل انت مالل هل انت ماله هل انت متوتر هل انت متوتره I'm not translating here. هل انت غضبان؟ هل انت غضبانة؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيدة؟ And always remember you can say نعم or لا.